أشعاد الرئيس لقطة البحث التدخل بأمن ولاية وربلا في إطار مكافحة الجريمة لا سيما الترويج للمنتصرات العقلية بطريقة غير شرعية وسط الشباب. تمكنت عناصر فرقة البحث التدخل المصلحة البلدية للشرطة القضائية بأمن ولاية وربلا خلال اليومين الأخيرين في عمليتين متفرقتين من حجز تزيد من 166,700 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف شخص في العقد الثاني من العمر وحجز مركبة بالإضافة إلى هاتفين نقالين ومبلغ من العملة الوطنية. تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني وتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.